حزب ميرتس يختار قائمة مرشحيه للكنيسة ويعزز التمثيل العربي. دعوات لتوسيع مسطحات البناء في المدن والبلدات العربية في ظل نقص حاد بها. وإقبال متزايد على مراكز تعليم الفنون من قبل شريحة الفنانين الناشئين. انتخب حزب ميرتس مرشحيه لانتخابات الكنيسة المقبلة ليصبح ترتيب القائمة الجديد بعد رئيسة الحزب تامار زاندبرغ في المركز الثاني إيلان جالون، تتبعه ميخال روزين وعساوي فريج ثم علي صلالحة. وأكدت رئيسة ميرتس أن قائمة مرشحي الحزب الجديدة هي قائمة يهودية عربية متنوعة، قائلة إنه في الوقت الذي تقصي الأحزاب الإسرائيلية التمثيل العربي، اختار حزب ميرتس تعزيز التمثيل العربي والتأكيد على أهميته. وشارك في التصويت بالانتخابات الداخلية بالحزب 83% من مجمل منتسبي الحزب البالغ عددهم 20,000 منتسب. وقع رئيس الحزب البيت اليهودي رافي بيرتس ورئيس حزب الاتحاد القومي بتسالئيل سموتريتش على اتفاق يتم بموجبه تشكيل قائمة مشتركة لخوض انتخابات الكنيسة المقبلة. واتفق الطرفان على اختيار مندوب حزب الاتحاد القومي بالمنصب الأول وفي حال الحصول على مناصب وزارية في تشكيل الحكومة المقبلة، فسيجري ذلك بالتناوب بين الطرفين فضلا عن اتخاذ القرارات بالاتفاق بين الكتلتين. وجاء هذا الاتفاق تلبية لدعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الوحدة بين أحزاب اليمين لمنع خسارة بعض المقاعد في الانتخابات المقبلة. رغم الإعلان عن الارتفاع في نسبة تجهيز قسائم البناء في البلاد، إلا أن ذلك لا يسد الجزء الأكبر من الفجوة بين المجتمعين العربي واليهودي، الأمر الذي دفع المركز العربي للتخطيط البديل بالمطالبة بمضاعفة القسائم على الفور وتوسيع مسطحات البناء. نناشد الدولة، نناشد وزارة الإسكان لزيادة عدد القسائم التي تسوقها، لأننا سنويا نحن بحاجة إلى أكثر من 20,000 قسيمة جديدة للأزواج الشابة. ما تم تسويقه في العام الأخير كان قرابة 5,500 وحدة قسيمة بناء. هذا العدد لا يفي بالمطلوب، لا يسد احتياجات الأزواج الشابة والعائلات. ويأتي هذا الطلب في ظل إضمحلال نسبة الأراضي الخاصة المهيئة للبناء وتركيز ملكيتها بين عدد محدود من الأشخاص والعائلات وعدم توفرها للبعض نسبة لغلاء الأسعار وتمسك البعض الآخر بالأرض. يعني هذا أمر طبيعي، طبعا نعرف أنه ملكية الأراضي هي شيء تاريخي ليس باستطاعتنا أن نغيره، وحرية الفرد وحريته في التصرف في أملاكه هي أيضا من الحقوق الأساسية التي لا يمكن التلاعب بها والتأثير عليها. فلذلك لا يمكن إجبار أصحاب الأراضي بأن يقوموا ببيع أراضيهم، يجب أن يؤخذ هذا الأمر كمعطى ويجب أن نتعامل معه بشكل مسؤول. حراك تخطيطي وحقوقي يقابله حراك شعبي متصاعد في الآونة الأخيرة، خصوصا في ظل تحرير عشرات الإخطارات لهدم البيوت في مناطق عديدة وسط تشريعات إسرائيلية تستهدف الوجود العربي على أرضه بشتى الوسائل والسبل. اعتقلت قوات الشرطة الإسرائيلية 5 متظاهرين من أهالي جديد المكر خلال فض تظاهرة بالقوة عقب إغلاق المتظاهرين لشارع عكا صفد احتجاجا على مخطط طنطور. هذا ونظمت لجنة طنطور الشعبية وقفة احتجاجية ضد المخطط الذي يهدف لمصادرة أراض من تلة طنطور من أجل إقامة مشروع يرى به أصحاب الأرض مشروعا إسرائيليا تدميريا. وتتواصل الفعاليات الاحتجاجية ضد مخطط طنطور قبل أيام من مهرجان شعبي احتجاجي دعا إليه المجلس المحلي ضمن خطواته للتصدي لهذا المخطط السلطوي. تحت مظلة الفن والفنون التقى عدد من الفنانين الناشئين في منطقة وادي عرا بالداخل الفلسطيني
وذلك ضمن مشروع يساهم في صقل مهاراتهم الفنية والعمل على تنميتها بشكل مهني. الهدف من المشروع هو نكشف أكبر نسبة من طلابنا العرب في المجتمع العربي لمواضيع الفنون والهندسة، عشان نزيد نسبتهم وعددهم في الجامعات والكليات الإسرائيلية اللي بتعلم فنون بالبلاد، وهذا الموضوع يصير كمان كمجال عمل، وكمان نزيد نطاق الثقافة الفنية في البلاد وفي المجتمع العربي المحلي والعالمي. البرنامج الذي يقام في صالة العرض والفنون بأم الفحم بدعم من صندوق روتشيلد يوفر للطلاب مناخا تعليميا في مجالات التصوير السينمائي والهندسة المعمارية والفن التشكيلي. أكثر شيء أنا جيت عشانه الرسم، لأنه أنا من وأنا صغيرة وأنا برسم، فهيك حسيت أنه رح أقدر أقوي هوايتي أكثر وأكثر، وعن جد الإشي قوى هوايتي. هذا المشروع بصراحة من الكاش منه دائما مش متوفر كل الأوقات. الغريب بالمشروع يعني كمشروع اللي بدوم عدة مجالات من الفنون مش مجال واحد، فهذا الإشي بيفتح للواحد عدة أبواب إنه يفوت لمواضيع ويتطرق لها ويشوف الموضوع اللي هو حابه ويفوت فيه ويتخصص فيه. فيعني الواحد بعد ما يطلع من هذا المشروع بيكون ملم في عدة مجالات مش بمجال واحد. ويعد هذا البرنامج وغيره رافعة تعليمية لذوي المهارات الفنية الناشئة في الداخل الفلسطيني، ووسيلة تحفيز مهمة بالنسبة لهم في ظل حضور ملموس لهم في عالم الفن والإبداع. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن بلاده لم تشهد أي تغييرات كبيرة تشير إلى الانسحاب الأمريكي من سوريا بعد أن أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بذلك. وقال بوتين خلال قمة عقدت بشأن سوريا يوم الخميس بمنتجع سوتشي في جنوب روسيا ضمت زعماء إيران وروسيا وتركيا، إن ترامب يحاول الوفاء بوعوده الانتخابية من خلال سحب القوات، لكنه غير قادر دائما على الوفاء بتعهداته بسبب ما وصفه بوتين بالقضايا السياسية الداخلية. بينما قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن وجود الولايات المتحدة في الشرق الأوسط أضر بدول المنطقة، ودعا واشنطن لسحب قواتها بالكامل من سوريا. وقال روحاني إن وجود أمريكا في سوريا ودول أخرى بالمنطقة غير مفيد. وعرف الرئيس الإيراني أن التعاون بين الدول الثلاث المشاركة في قمة سوتشي إيران وتركيا وروسيا ضروري بالنسبة للاستقرار في سوريا والعالم. أما الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فقد بدأ متفائلا خلال القمة، حيث قال إن أمال التوصل إلى حل سياسي للصراع السوري أقوى الآن من أي وقت مضى. ورفع أردوغان أنه كان هناك حديث بشأن الانسحاب الأمريكي من سوريا في أبريل نيسان أو مايو أيار، لكنه أضاف أن توقيت الانسحاب لا يزال غير واضح. حزب ميرتس يختار قائمة مرشحيه للكنيست ويعزز التمثيل العربي. دعوات لتوسيع مسطحات البناء في المدن والبلدات العربية في ظل نقص حاد بها. وإقبال متزايد على مراكز تعليم الفنون من قبل شريحة الفنانين الناشئين.